عادت قضية خلاف الفنانة سلاف فواخرجي وكاريس بشار عادت إلى التداول من جديد، حيث تصدر اسم الممثلتين السوريتين وسائل التواصل الاجتماعي. السبب يعود إلى استضافة سلاف فواخرجي في برنامج كتاب الشهرة مع الإعلامي اللبناني علي ياسين على تلفزيون الجديد، حيث تم سؤال سلاف عن السبب الحقيقي للخلاف بينها وبين كاريس بشار والذي استمر لأكثر من 20 عاما. سلافة وخرجي قالت: كاريس اجت على عرسي وهي غير معزومة، واجت خربت لي عرسي وكأنه انقلب المكان لحفلة راس السنة. أنا قاعدة عروس ومبسوطة وكانوا بدون يجيبوا الكيك مع السيف، شفت السيف اجا بس الكيك ما اجا. كاريس كانت بزبطة كل القصة، وفي حدا جايب لها قالب الجاتو وعملت عيد ميلادها بعرسي، وهي مو رفيقتي ولا بعرفها ولا معزومة، والسيف اللي كنت لازم اقطع فيه الكيك اخدته على طاولتها وعملت عيد ميلاد. وعن صلحها مع كاريس صرحت فواخرجي بالقول: تتصافى القلوب بيناتنا مستحيل، وانا ما بتمنى يجمعني عمل معها. اما عن شائعات الخيانة بينها وبين طليقها وبين سلاف، قالت سلاف بأنه وائل أكبر من هيك بكتير، وأنه وائل بمكان تاني تماما. سلاف أيضا أثارت الجدل في لقائها على تلفزيون الجديد عندما فتحت النار على المطرب المعتزل أدهم النابلسي، فعلقت على اعتزاله للغناء قائلة: ليش دايما منبشع الدين؟ الدين أخلاق وشيء جميل، حاجة مبشعه بممنوع وحرام، الفن جميل. سلافة وخرجي كانت أعلنت طلاقها من زوجها الممثل السوري وائل رمضان بعد زواج دام 23 عاما ولم تبين أسباب الطلاق. كلام فواخرجي أيضا لقي تفاعلا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث كتبت ميمي تقول: اكذبي كذبة تتصدق، رغم أنك عم تحكي بطريقة مسكينة وشوي تانية حتبكي، ومع ذلك الخبز يلي جواكي ظاهر على وجهك. أما كوثر فكتبت تقول: من كتر قلبها مو أبيض متذكرة فصل صار من 22 سنة، الحمش ولا قيمة ولا كلمة ولا كلمة مو معزومة. أيضا منال تقول: كل هالحرب الطاحنة لأنه أخذت سيف وكيك ومدري شو، طلعتي أضرب من رنا شميس وأمل عرفة بحلقة المسامح كريم ببقعة ضوء. تالين تقول: كله لأنه ما نعرض عليك الدور بيكسر عظم، بعدين خلص اتطلقتي ومش الحال، بعدك عم تتذكري وتبكي على قلب الكيك تبع العرس.